اخ ما احلى الروى يا عيني، ما احلى الاولاد والنين بالمدرسه. الو، اهلين وسهلين. اهلين ابو علي، اهلين تقبرني. ايه لا لا، في خاطف هربان وعم يخطف الاولاد بعد المدرسه. يا ويلي، روح قوم جيب لي الاولاد، بتجيبهم واحد واحد من المدرسه، لا تخليهم يمشوا لحالهم. الله يخليك، ناطرتك. يلا يلا، الله معك، ولا تنسى تجيب نتري كمان من مدرستها، وجوليا وعلي. يلا يلا، الله معك، مع السلامه. والله شي غريب، شي بيغلي القلب. يا حرام هالولاد اللي عم يخطفوه، يا ربي تحمي لي ولادي ولاد العالم يا ربي. يلا خير ان شاء الله، ان شاء الله الا ما يلقوا القبض عليه لهذا الخاطف. هي هي هي، اجوا الاولاد. الحمد لله. اهلين نتالي، اهلين حبيبه قلبي، هاتي بوسي تقبريني. اهلين يا عمري، شلون مدرستك ماما؟ منيحه. شو ما اجى علي ولا جوليا؟ اجيتي لحالك ولا ابوك جابك؟ اجيتي لحالك. اجيتي لحالك؟ قال لي ابوك هو رايح يجيبك. فوتي تقبريني، فوتي. طلع في واحد عم يخطف الاولاد بعد المدرسه، مشان هيك قلت له يروح يجيبك ويجيب جوليا وعلي. يلا فوتي تقبريني، فوتي. غسلي اواعيكي، غسلي ايديكي، مشان نحضر الاكل انا وياكي. ماما انا عندي وظايف كثير، ما فيني اساعدك هالاكل. طيب يلا فايتي اعمل الاكل بالمطبخ قبل ما تكوني خلصتي دراستك. نشوف بركي ان شاء الله اختك جوليا واخوك علي دغري بيجوا من المدرسه. والله غليان قلبي. كانهم يدق الباب. اهلين وسهلين علوقه، تقبرني. اهلين وسهلين يا عمري. شو وين اختك جوليا؟ مو معها؟ وين جوليا؟ انت اجيت لحالها؟ وابوك وينه؟ يو دونت نو وين ابوك؟ اجيت لحالك يا عمري؟ بعد لي حما انا طلعت من المدرسه ووقفت اتفرج، هلا بتجي ماما، هلا بيجي بابا لحتى ياخذوني، ما لقيت حدا. قمت حملت حالي وضليت امشي امشي شوي، لقيت حالي جنب البيت. والله غريبه، الاخبار كلياتها عم تحكي عن هذا الخاطف وولادي جايين لحاله. الله اعلم شو صاير معه، وليش ابو علي لهلا ما دق لي وما راح جاب الاولاد، وليش جوليا ما مبينه لهلا. والله مالي عرفاني، غليان قلبي كتير كتير كتير. علوشة ما قلتي لي في شي؟ امي شفت اختك اليوم جوليا بالمدرسة؟ ما لقيتها بالمدرسة؟ ما شفتها؟ يمكن ماما بتكون هي عندها بس تاني غير ما عندك، مشان هيك انت ما عم تشوفها بالفرصة، لانه بالعادة علي وجوليا بيلتقوا، لانه هن الاثنين بنفس المدرسة. بس والله الاخبار ما بتطمن يا امي، مالي عارفاني شو بدنا نعمل. يلا هلا بكني لي شوي الا ما تجي جوليا. عم يدق ابو، نشوف شو الاخبار. الو الو، اهلين ابو علي. نتالي، انت اليوم بعتي جوليا على المدرسه؟ اهلا، كان جوليا بالمدرسه، لكن وين بدها تكون؟ عم بيقولوا ما اجت من الصبح، وعلي هرب من استاذه لما استاذه كان مشغول مع احد من الاهالي. علي عندي، بدور على علي انا لك. لا ما بعرف وينه. لك علي عندي ونتالي بالبيت اجوا، بس جوليا راحت من الصبح على المدرسه. شلون ما قالوا لك بالمدرسه ما اجت؟ جوليا ما اجت على المدرسه، وينها؟ يبعت لي حمى، وينها جوليا؟ لك علي، لك جوليا ما راحت معك اليوم على المدرسه؟ لك شلون راحت معك على المدرسه؟ عم يقولوا لي، عم يقولوا بالمدرسه انه ما اجت على المدرسه اليوم. يا حبيبي بعت لي حمى. يا ابو علي قوم قوام دق للشرطه لنشوف البنت وين راحت. رايح ادور عليها وادق للشرطه. يلا يلا يلا، يبعت لي حمى يا بنتي، يا نتال، يا جوليا. لك ما كانت معك اختك بالمدرسه اليوم؟ ما رحت انت وياها على المدرسه؟ لك شلون عم تقول لا؟ قال بس هو. لك بنتي جوليا وين؟ ماما انا بروح من طريق وهي بتروح من طريق، شلون بدي اشوفها؟ أنا حاسسني قلبي إنه أختي جوليا بمكان ما، وهي كأنه حدا خاطفها، وعم حاول هلأ جمع أفكاري وأكتب إذا اتصلوا فينا الخاطفين شو ممكن نعمل وشلون فينا ننقذ جوليا. يا ربي ساعدنا لحتى نجيب جوليا ونرجعها على البيت. شو يا علي شبك؟
ماما انت لازم تفكري معي انه جوليا طلعت معي من البيت ورايحة على مدرستها، وبعدين انا رحت على مدرستي وهي ما راحت، وكأنه حدا اخدها. يعني انت برأيك انه جوليا ممكن يكون حدا خاطفها وهي رايحة الصبح على المدرسة؟ يبعت لي حمى انا، معقول؟ طيب شو بدنا نعمل اذا حدا خاطفها؟ لا تبلشي وتخافي وتتعصبي وتقولي ولي 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 وتبلولي، طولي بالك امي. لازم نفكر بعقل. هلا الخاطفين لما بيخطفوا حدا بالعاده بيتصلوا باهله وبيقولوا له انه رحنا، بدها تجيب لنا ذهب ولا مصاري، خدي التليفون وخليه جنبك. ايه لك علوشه، لك مين قال لك انه رح يدقوا لنا؟ ما حدا حيدق لنا، بعيد الشر. هلا بلكي اخوه اختك جوليا بيكون عم تلعب. مين هدول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الو الو، نحن خاطفين بنتك جوليا، بدك تجيبي لنا شنتاية كلها مصاري لحتى نرجع لك بنتك جوليا. تلاقينا بالحديقة الكبيرة، بتجيبي الشنتاية وبتجي. طيب سمعني، انه بنتي جوليا عندك؟ صدقتي انه بنتك جوليا عنا، ولا بدك كمان تسمعي صوتها؟ يعني انت خطفت بنتي جوليا؟ الله لا يوفقك ان شاء الله. لك هاي بنتي، بعطيك كل شي بدك اياه، بس خليني اسمع صوتها لبنتي جوليا. يبعت لي حمى يا جوليا، يا عمري يا جوليا، تقبريني يا امي. هلا انا بجيب لك كل شي بدك اياه، بدك شنتاية مصاري بجيب لك شنتاية ذهب، بس اترك بنتي جوليا الله يخليك. اي خلص خلص، مع السلامة. علي اختك جوليا مخطوفة، يبعت لي عمة انا. رجال وبدي رجع اختي جوليا، وانتي ماما واقفي بكي، خلاص لا تاكلي هم. عم قلك شلون لك يعني ما اكل هم؟ احكي لي شو بدنا نعمل انا وياك. اتركيني شوي لانه لازمني تفكير على ميت مهلي. بدي فكر واقول جوليا خطفة واحد وعم يطلب بده مصاري منا. اتركيني فكر ماما. فكر بحل، روح شوف اختك نتالي شو في عندها حل. يا نتالي يا نتالي، اختك جوليا مخطوفة يا امي، يبعت لي حمى، خطفها هذا الخاطف الشرير. شو بدنا نعمل يا ماما؟ ماما انا اجيت وعندي خطة كتير قوية. مو هو قال بده شنتاية مصاري كبيرة؟ انا هلأ بعرف شو بدي حط له بالشنتاية، ووين بدنا نلاقيه، وكيف رح نحرر اختي جوليا. سمعاني ماما، عندي خطة محكمة كتير. ايه وشو هي الخطة؟ يلا تعا اشرح لي اياها لشوف، والله قلبي غليان ومثل النار. اول شي منجيب الشنتاي يلي بدنا نعبيها مصاري، وانتي قلتي له بدنا نعبي لك ياها ذهب بدل المصاري، على اساس انتي معك مصاري لتعطيه ذهب. المهم ما علينا ماما، منجيب كيس البطاطا الكبير، يعني كيليين بطاطا كبار يعني مثل سمين، منحطهم بقلب هالشنتاي. افتحي لي اياها وساعديني يلا. خليني احط البطاطا بقلب الشنتا وفرجيكي شلون بدنا نخدع لهذا الخاطف الخطير. وهلا منسكر هالشنتاي وبدنا نروح لعند جوليا. ايه صحي، والله نسيان الخطة تبعي، بعدين بتفشل اذا ما اخدتها معي، لازم اخدها وين ما بروح، لانه انا فكرت بادق التفاصيل لحتى انقذ اختي جوليا. جايينك يا جوليا، يلا هات الاحمل عنك، هات الاحمل عنك. نتالي اخدين معنا شنتاية البطاطا مو المصاري، هذا اخوكي علي ملقى هالفكرة، رايحين لحتى ناخد اختك جوليا ونترك له البطاطات للحرامي. ايه ادرسي وديري بالك على البيت وقفلي الباب. يلا علي البطاط، ليتس جو. اخدين شنتاية البطاطا معنا. يا عيني
يلا لا البس بوطي، البس بوطي حلو رياضة كمان انت، يلا مشان نحسن نركض. يلا. ايه ماما لازم تكوني سريعة، مو تمشيني مثل الفقمة، قصدي مثل السريعة. علوقة يا علي يلا تعال خذ الشنطاية، احمل انت شنطاية البطاطا، قصدي شنطاية المصاري. يلا. وانت بساني كلياتها مصاري هي، يلا احملها. علي تعرف وين أنا لازم نلاقيه؟ لازم نروح على مكان معين قال احنا منلاقي بالأول شنطاية جوليا. بعرف ماما أنا كاتبها بالخطة، منبدل شنطاية جوليا بشنطاية البطاطا، قصدي شنطاية المصاري. الحقيني وامشي لحتى نتسلل على المكان يلي عطانا اياه. قولي شو هالشنطاية تقيلة، والله تقال كليين هالبطاطا. يا لطيف ما تقلون، بس ما في مشكلة، المهم كله فدا أختي جوليا. ماني مصدق ايمتى ضمك وعانقك يا جوليا يا أختي انتي. يلا ماما الحقيني، اركدي ماما يلا. علي 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 تعال شوف شو لقيت. علي حذر شو لقيت. ماما علي ليك شنطاية نتالي. جوليا تعال نحط شنطاية البطاطا، قصدي شنطاية المصاري، وناخذ شنطاية جوليا. يلا يلا خذها خذها، نترك له هاي الشنطاية هون. ايه ليكو كأنه واقف هوني. بص ليك وينه، دقيقة شو ليك رجليه شفته؟ امشي لحتى نقله اخذنا شنطاي، امشي لحتى نلقص جوليا من هذاك الطرف. ليكو ليكو جاي ياخذها، امشي لهرب امشي. تعال روح نجيب جوليا من هون. علي 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 من هون جوليا، تعال تعال علي. وين جوليا؟ تعال من هذا الطرف. جوليا جوليا انت هون؟ شلون بدي شو طولك ماما؟ انا ليكني هون، تعالي عندي بتحسني انتي هون. شفتك انا شفتك، حركي ايديكي ما بتحسني. جيتك جوليا جوليا جوليا، انا اجيت بين الشجرات الصغار يا جوليا. تعالي يلا جوليا انا وراكي، فكي حالك امي معنا لا تخافي. يلا فكي حالك يا جوليا بسرعه، يلا امشي لنركض بسرعه بسرعه قبل ما يجينا ماما من هداك الطرف عم تستنانا. يلا بسرعه يلا جوليا هربي. جوليا كده هربي ماما كده. جوليا بسرعه جوليا اركضي. اذا تدن شلون بدنا نمر من هون؟ هي من هون من هون من هون، تعالي نطلع من هون. تعالي علي من هون. هاي كانت سيئة. شلون انا بدي امر الى عندكم؟ ماشي ماما. يي وين بوطي؟ يا علي ان شاء الله ماشي حفيانة انتي. اهربي اهربي يلا اركضوا اركضوا اركضوا. جوليا علي تعال يحيى الذكاء. جوليا اختي واخيرا لقيتك يا جوليا، واخيرا لقيناك يا جوليا، منحبك كثير. عمري سلامة قلبك. شو يا عمري؟ انا يا عمري انا الحمد لله على سلامتك يا ماما. زري شو هلا شو بدنا نعمل؟ هلا بده يكتشف انه الشنطايه اللي عطيناه اياها ما فيها مصاري، فيها بس بطاطا. خلينا نركض ونهرب دغري على البيت. يلا امسكي يلا ليتس جو.